بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو غنشوفو جواب التمرين التالي. تقول التمرين امتي الشكل رقم واحد، مجموعة متكونة من دونك الشكل واحد هو هذا. جسم بكرة شعاعها R يساوي 15، يعني قابل الدوران حول محور دلتا ثابت وأفقية مر من مركزها بدون احتكاك. ثم جسم صلب S كتلته 60 كيلوغرام قبل الانزلاق فوق مستوى مائل بزاوية ألفا بالنسبة للمستوى الأفقي. نلف حبلا غير ممدود وكتلته مهملة ولا ينزلق حول مجرى البكرة، ونربط الطرف الآخر بالجسم S. ندير البكرة بسرعة زاوية ثابتة، رد البال للسرعة الزاوية ثابتة أوميغا لأنها مهمة، نستعملها فيما سيأتي من الأسئلة. بواسطة محرك يطبق مزدوجة محركة عزمها MM ثابت، فينطلق الجسم S من نقطة A إلى صلة إلى نقطة B خلال مدة زمنية دلتا T. نعطي معطيات جرود القوى المطبقة على جسم S، ثم الشغل ديال الوزن خلال الانتقال من A إلى B مطابعته. نمر إلى الأجوبة. السؤال الأول، القوى المطبقة على S مع التمثيل ديالها من طبيعة الحال. دونك P اللي هو وزن الجسم، هلا غنمثلها. دونك التمثيل بي كتنطلق من جي مركز الثقل نحو الأسفل، دونك بي بلون مغاير، ثم تأثير الخيط اللي غنرمزو ليه بالتي، ويكون بهذا الشكل، يعني ينطلق من نقطة التماس اتجاه البكرة، ثم تأثير السطح اللي غنرمزو ليه بآر، غنرسموه بهذا الشكل، كينطلق من نقطة التماس دونك بلون مغاير، يكون بهذا الشكل R. دونك غنكتبهم هنا، عندنا R ثم T ثم P. ثانيا الشغل ديال P خلال الانتقال من A إلى B، دونك شغل P نكتبه على هذا الشكل، الشغل ديال بي يساوي خلال الانتقال من A إلى B يساوي M G زد A، القاعدة اللي شفنا، ناقص زد B، زد A ناقص زد B. دونك غنرسم محور اللي غنسقطو عليه، دونك تالا نرسمو هنا ونقربه، وهذا دونك زد A هي النقطة، ربما ممكن نعتبرها هي صفر، ثم زد B دونك هي هادي. لاحظوا بأن B نورمال خاصها تكون في النهاية ديال الشكل، يعني باش يكون خلال المسار AB. دونك نسميها هاد المسافة، نسميها H. دونك إتيكال عندنا زيد A موان زيد B نيجاتيف، دونك غتساوي موان M G H، مع دونك عندنا بأن في المثلث A B اللي اعتبرنا لي هي B، دونك زيد B غتكون هنا B O قائم الزاوية، وبالتالي سينوس ديال ألفا اتقال H على AB، إذن H كيساوي AB سينوس ألفا، يعني يساوي موا MG AB سينوس ألفا. الآن تعبير عددي M 60 كيلوغرام، ألفا 30، ثم G AB 100،
دونك ناقص 60 كيلوغرام علاش نحولها فوا 10 فوا 100 يعني 10 أس 2 فوا سينوس ديال 30 دونك غتعطيني هنا موان 6 × 10 أس 4 ثم سينوس ديال 30 هي سينوس ديال بي سور 6 سينوس ديال بي سور 6 هي 1/2 دونك 1/2 اللي هي ناقص 3 × 10 أس 4 جول دونك الشغل ديال بي خلال الانتقال من أ إلى بي كتساوي ناقص 3 × 10 أس 4. السؤال الموالي احسب شغل تي المطبقة من طرف الحبل علما أن تي يساوي 330 نيوتن دونك شغل تي يكتب على الشكل التالي أ بي يساوي تي فوا أ بي يعني تعريف ديال الشغل يساوي تي أ بي كوسينوس تي أ بي هاد الزاوية لاحظوا بأن طلعت للشكل تي مع أبي في نفس المنحة يعني أن الزاوية كتساوي صفر دونك أتبقى لنا تي فوا أبي لماذا؟ لأن الكوسينوس ديال تي أبي كتساوي هنا الزاوية هي صفر والكوسينوس ديال صفر هي واحد دونك أنا عوضو 330 مضربة في 10 أس 2 اللي هي هي 33 × 10 أس 3 نكتبو كتابة علمية هي 3.3 × 10 أس 4 جول دونك الشغل ديال تي خلال الانتقال من أ إلى بي غتلاحظو بأن هاد الشغل هو تي شغل تي محرك هنا غنرجع لبي الشغل ديال بي هو هذا مقاوم شغل مقاوم انا واضح من الشكل ان بي عكس منحى الحركة اللي كنعتبروه في هذه المنحة والتي في نفس منحى الحركة وبالتالي الشغل ديال تي راه شغل محرك والشغل ديال بي شغل مقاوم نجعل السؤال الآخر احسب شغل القوة R المقرونة بتأثير السطح المائل على S دونك هنا غنستعملو أوميغا قلنا السرعة ثابتة وبالتالي السرعة V حتى هي تكون ثابتة دونك لدينا ثالثا لدينا أوميغا إتيكالا كونستانت يعني في تيكالا كونستانت في هي سرعة جسم S جسم S وبالتالي إلى أن سرعة ثابتة يعني حسب مبدأ القصور ممكن نقوله بأن مجموع القوى الـ Fe إتيكالا 1 جوسكا N يعني جميع القوى إتيكالا 0 هذا يكافي أن P بلس T بلس R إتيكال 0 ممكن نضرب المسافة في AB يعني
زائد تي، نضرب التعبير كله في ا بي، زائد ار نضربها في ا بي اتيكال زيرو، يعني ضربت في عدد غير منعدم، وبالتالي غيبقى التعبير يساوي صفر. يعني هنا الشغل ديال بي زائد الشغل ديال تي زائد الشغل ديال ار كيساوي صفر. هنا عندنا طريقتين، يا اما نحسبوا الشده ديال ار بالاسقاط على المحورين اكس او اكس، نعتبروا لا اكس ثم ايغريك، ولا نستعملوا مجموع الاشعه. انا كنفضل الاشعه لان ديجا حسبناهم. دونك الشغل ديال ار يساوي ناقص الشغل ديال بي ناقص الشغل ديال تي. هنا غنحسبو ونشوفو الى لقيناه يساوي صفر، غنعرفو بان الحركة بدون احتكاك، ولا لقيناه اقل من صفر غنقولو بان الحركة تتم باحتكاك، وما يمكنش نلقاو الشغل ديال ار موجب، يستحيل. دونك الشغل ديال بي لقيناه الشغل ديال بي ناقص 3 في 10 اس 4، مع الناقص غتولي زائد 3 في 10 اس 4. الشغل ديال تي لقيناه 3.3 في 10 اس 4، يعني ناقص 3.3 في 10 اس 4 يساوي 3 ناقص 3، يعني ناقص 0.3 في 10 اس 4 جول. الشغل ديال ار هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد ان الشغل ديال ار مقاوم، وبالتالي الحركة تتم باحتكاك. دونك الرسم اللي رسمت هنا صحيح. الا غندوزو للسؤال الموالي. السؤال الموالي يقول استنتج طبيعة التماس، قلناها السطح المائل يعني باحتكاك، وجود القوى المطبقة على البكر. خامسا القوى المطبقة على البكر، دونك غناخد الشكل دونك القوى المطبقة على البكرة هي على الشكل التالي، نعتبروها تي بريم تأثير الخيط اللي غنمثلو على هاد الشكل، دونك بلون مغير، تأثير الخيط عكس منحى الحركة، دونك هذا هو تي بريم. ثم المزدوجة المحركة ممكن نمثلها على شكل اف، اللي هي قوة كدور في منحى الحركة ديال المحرك. ثم غنسميوها اف مثلا، واخا ما عندهاش اسم اف. ثم تأثير الوزن بي بريم، اللي هو ننطلق من جي اتجاه الاسفل بي بريم. ثم تأثير محور الدوران. السؤال الموالي أوجد عزم M، عزم المزدوجة المحركة. دونك عزم المزدوجة المحركة، دونك باش نحسبو عزم المزدوجة المحركة خصنا نحسبو باقي العزم. دونك العزم ديال P
يساوي صفر. تسير الدورة نسميوه مثلا R. علاش؟ لأن بي يمر من مركز الدوران، ثم تأثير ديال R نفس الشيء يساوي صفر. تأثير العزم ديال تي بريم تيقال، غنستعملو هنا تي بريم عكس منح الحركة وبالتالي غتكون ناقص تي بريم، مضروبة في المسافة بين محور الدوران مع تي بريم يعني R. وعندنا الخيط لا يتمدد، وبالتالي تي بريم الشدة ديال تي بريم تيقال الشدة ديال تي، يعني أن الشدة ديال الخيط متساوية في أي نقطة، دونك كتساوي 330 نيوتن. إذن العزم ديال تي بريم تيقال ناقص 330 مضروبة في R، R اللي هي 10 سنتيمترات، دونك مضروبة في 10 في 10 أس ناقص 2 نحولها للمتر، يعني هنا 3.3 في 10 أس، هنا 2 زائد 1 يعني 3 في 10 أس ناقص 2 اللي هي 3.3 في 10 دونك نيوتن في المتر، 10 أس 1. الآن عندنا أوميغا ثابتة، وبالتالي حسب مبدأ القصور ممكن نقول بأن مجموع العزوم ديال القوى اف اي ايتيغال 1 جوسكا ان ايتيغال 0، يعني ان العزم ديال القوة المحركة زائد العزم ديال تي بريم زائد العزم عفوا ديال بي زائد العزم ديال ار يساوي صفر. هذا قلنا بانه يساوي صفر، هذا حسبنا يساوي صفر. كيبقى لنا ان العزم ديال القوة المحركة كتساوي ناقص العزم ديال تي بريم، تي بريم اللي هي هنا نسيت ناقص عفوا، دونك كيساوي 3.3 ناقص مع ناقص غتمشي 3.3 في 10 أس 1 نيوتن في المتر. العزم ديال ام بقى لنا سؤال واحد، أوجد بي ام قدرة المحرك، دونك بي ام آخر سؤال اللي هو السؤال الخامس. بي هنا كنعرفو بأن بي ام هي الشغل ديال القوة المحركة اللي سميناها اف ام على دلتا تي، دونك الشغل هي العزم ديال ام ام فوا دلتا دلتا تيتا سير دلتا تي. هنا عندنا الوقت وعندنا دونك المسافة بي، يعني العزم ديال ام مضروبة في اوميغا، دونك باش نحسب اوميغا لنحسب اوميغا حنا كنعرفو بان اوميغا تيقال ار دونك في تيقال ار فوا اوميغا، دونك اوميغا تيقال في سور ار. باش نحسبو اوميغا خصنا نحسبو في، دونك في
اتقال أبي على دلتا تي اللي هي 100 على دونك دلتا تي هي 3 سكوند دونك على 3 اللي هي 33.3 متر سكوند موند دونك أوميغا إتيغال في 33.3 على إر اللي هي 10^(10^2) اللي هي هنا 10^(1) غتطلع الفوق غتولي 10^1 333 راديان سكوند موان زا دونك بي إم إتيغال العزم ديجا حسبناه هي 33 مضروبة في أوميغا اللي هي 333 يساوي 1.09 × 10^4 وات. أنا ممكن نحسبها بالكيلو وات، يعني تساوي 1.09 × 10^3 اللي هي 10.9 كيلو وات. دونك بي ام وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو على القناة ديالنا باك بخبة فاصيل، وتابعونا على صفحة مدرسة الرياضيات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.